امرأة كانت تصوم بالدورة الشهرية جهلا منها، ومدة الدورة لديها 5 أيام، فماذا عليها؟ وإذا كان عليها صوم هل تصومه دفعة واحدة؟ صومها وهي حائض غير صحيح. فإذا كانت تصوم من رمضان وهي حائض فإنها تعيد الصيام، وإذا كان هذا الصيام من رمضان قبل رمضان القريب فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير، عليها القضاء. وإذا كان هذا من رمضان سابق قبل رمضان القريب فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم.